السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر النجار على قناة اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلتنا الجديدة حل تراجم منصة حصص مصر وموقع لونج مان. حبايبي الحلوين، النهارده مع حلقة جديدة. ما تنساش ان اللينك اللي بيتحمل ده يا شباب هو عبارة عن لينك ليه طبعا للحلقتين، حلقة يوم الثلاث وحلقة يوم الاربع، يعني ده ملف واحد تحمله وملف كبير هنحله على الحلقتين. ما ننساش ان كل خميس بنحل قطعتين فهم موقع لونج مان ومنصة حصص مصر. على بركة الله يلا نبدأ على طول. الملف ده يا حبيب قلبي بيبدأ بالترجمة 15، يبقى الحلقة اللي فاتت بتاعت امبارح كانت واقفة عند الترجمة 14. تعتبر مصر مهد الحضارة، فلها دور رائد في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. يلا يا شباب بسم الله توكلت على الله. طبعا بيقولك ايجيبت از كونسيدرد تعتبر ذا كرايدل، طبعا التانية لو تلاحظ ايجيبت از طفين تعتبر مش نافع. تعتبر مهد الحضارة، إن مثل لدي دور رائد، leading دور رائد على وزن فاعل أهو، لاحظ إن الثانية lead بس. تمام يا شباب؟ طيب دور رائد في الشرق الأوسط، حبايبي in the middle east area and the Arab world. يبقى عرفنا إن الثانية غلط. Egypt is considered تعتبر ذا كرايدل مهد الحضارة. تمام؟ Egypt has لديها A leading role دور هام in the Middle East as well as بالإضافة إلى Arabic world. ده هو مش Arabic، هو Arab world، العالم العربي. واللي بعدها برضو Arabic، يبقى خلاص كده انتهت اللعبة والحل يا حبيب قلبي هتبقى number A. يبقى number A. اللي بعديها بيقول لك تبني مصر مشاريع للحد من هدر المياه بهدف الوقاية من نقص في المياه في المستقبل. ماشي. يلا نشوف بيقول لك ايه. ايجيبت بولز بتبني تمام بروجيكتس مشروعات لكي تحد من ضياع الماء وذ ايم بهدف بريفنتنج منع نقص الماء في المستقبل. يبقى مشروعات تو ليميت لكي تحد من نقص الماء. طبعا نقص الماء شورتج، هنا شورتنس قصر اللي هو الطول. تمام يبقى مش نافع. من ايه نقص الماء لكي تحد، هنا لكي توقف مش نافعه ستوب، لكي تزيد لا احنا عايزين لكي تحد. يبقى نمبر A. تبني مصر مشاريع للحد، يبقى دي نمبر A. اللي بعديها بيقول لك السياحه مصدرا هام لجلب، العمله الصعبه لمصر، لذا علينا ان نقدم كل التسهيلات الممكنه لجذب السياح الى مصر. تمام؟ يبقى tourism is an important source مصدر هام of bring طبعا of bringing hard coin. طبعا خلي بالك هو قال لك العمله الصعبه، العمله الصعبه هارد كرانسي، كوين ده العمله المعدنيه. يبقى بالسلامه الاولى دي غلط. 17 الاولى دي ايه؟ يبقى 17 الاولى دي غلط. رقم اثنين هي مصدر هام لبرينجينج جلب الهارد كرانسي العمله الصعبه، لذلك we have to offer all possible facilities تسهيلات لجذب السياح. دي صح. طب السياحة is the only important، هو قال لك المصدر الوحيد، هو ما قالكش المصدر الوحيد، هو قال لك مصدر هام. يبقى التالتة غلط. تمام هات الرابعة، السياحة مصدر هام للعملة الصعبة، العملة الصعبة ما قالش عليها difficult، هي hard currency. يبقى يثبت لك ان الرابعة هي اللي غلط. يبقى يا حبيب قلبي ترجمة السياحة هتبقى بي هي اللي صح. يجب ان تكون المنتجات المصرية عالية الجودة، تراجم دي مهمة يا جماعة ربنا. لكي تتمكن من منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية. Egyptian product المنتج المصري، هو طبعا قال لك المنتجات المصرية فبدأ بالأولى غلط. Egyptian products must be of high quality. تمام of high quality، هو تحتيها قال لك Egyptian production الإنتاج المصري، هو عايز المنتجات. تمام of high quantity، والأخيرة بيقول لك quantity كمية، احنا عايزينها ذات جودة. يبقى B هي اللي صح. نخش على 19 وكلام جميل جدا ومحترم. والهجرة الشرعية،
الهجرة الشرعية حق كل مواطن، ولكن هجرة غير شرعية تعرضه لمخاطر كثيرة. طيب نبدأ بالشرعية. طيب بادئ بالشرعية. immigration is every citizen's right. citizen اللي هو طبعا مواطن. and illegal migration exposes تعرضه تمام الى much risks. استنى يا سيدي، risks مخاطر، وده اسمه يعد ما ياخدش much بالسلامة. هنا التانية بادئ بالغير شرعية بالسلامة غلط، احنا عايزين الشرعية. هذه التالتة الشرعية is every citizen's right، حق لكل مواطن a lot of risks، دي تنفع. الأخيرة ماتش يبقى مش نافعة. هات 20 لأن مخاطر جايبها باسم. هات 20 إن شخصية المرء، إن شخصية المرء تبرز من خلال تصرفاته وقيمة تمام وقيمة آراءه واتجاهاته وكذلك علاقاته بالآخرين وكذا علاقاته بالآخرين. The person A character، شخصية الفرد is shown. طبعا is shown شخصية الفرد ايه تبرز، يبقى through من خلال تمام يا جماعة من خلال تصرفاته وقيمه، his acts تصرفاته وطبعا قيمه وآراءه واتجاهاته تمام يا جماعة واتجاهاته. وطبعا ما ياخدش اتجاهات الطرق، فالأولى مش نافعة عشان direction عشان تبقى عارف. التانية وبيقول لك ايه وقيمه، هنا variables أشياء قيمة مالهاش دعوة بالليلة خالص تمام. هادي اللي بعديها وبيقول لك وهيز اكتس فاليبل، يا عمي هي مش فاليبل هي قيمه، يبقى برضه الثالثه مش نافعه، هي الاخيره اللي صح. واتيتيودز انطباعاته واراءه واتجاهاته، يبقى الترجمه 20 هي الاخيره، ما ننساش هي الاخيره. بيقول لك يهدف التعليم الى خلق مواطن مصري تمام. اديوكيشن التعليم يهدف الى خلق مواطن مصري الذي يكون قادر على مواجهه التحديات of modern life and cup up with ومواكبة the late development احدث الايه التطورات. طب لما ايه احدث ما تبقاش ليه، تبقى ايه تمام، تبقى شباب مفروض latest، يبقى عندك هنا ليه معناه متأخر، يبقى دي غلط تمام. هاتي اللي بعديها التعليم ومواجهة احدث تطورات in all aspects، التانية هي اللي صح. تعال نتأكد ان اللي بعديها ليه غلط. التالتة غلط. education التعليم يهدف الى خلق مواطن مصر، جايب ليت برضه، جايب ليت اهو، يبقى ليت غلط. احدث تطورات in always تمام. الاخيرة لخلق an Egyptian citizen، مواطن ايه مصري الذي يكون قادر على في جميع المجالات، ما تقلش in always، تبقى in aspects في جميع المجالات مش في كل الطرق، يبقى الاخيرة خطأ. ولكن ما ننساش ان دي هي اللي صح. تتأثر السياحة تأثرا كبيرا بالأحداث الجارية في العالم. توريزم السياح is effect، لا يتأثر بالA greatly effect، يا عم بالA is greatly affected، هي دي والحال يدخل على الفعل greatly affected. كمل كده. current events، يا سيدي دي جاب اتنين، يبقى الأخيرة هي اللي صح لأن الاتنين نفس البداية، لأني طبعا رقم C current اللي هو الزبيب أو نبات القشمش، ولكن حالي هي الأخيرة، أما دي نبات الزبيب، أما الأخيرة هي اللي حالي current events. إن استثمار الطاقة البشرية وتنميتها هي السبيل للتقدم، لأن البشر هم الذين يصنعون الحضارة. طيب يا ترى هناخد إيه؟ يلا نشوف. ترجمة 23 إن استثمار الطاقة البشرية وتنميتها. تمام يا جماعة؟ يلا نشوف. The investment and development of the man power is the way، والطريق of progress، طريق التقدم progress تمام. As the people are those، هؤلاء الناس الذين make civilization، الذين يصنعون الايه الحضارة تمام. يبقى الجملة ان استثمار is the way، هي السبيل للتقدم for progress، طبعا دي الاولى. اما التانية invest تمام، التانية investing and develop، لا ولا هي investing ولا دي develop، يعني المفروض investment ودي development، فالتانية غلط. investment and development of the man power are the way، هما الطريق الوحيد، خلي بالك الحاجتين دول هما الطريق، يبقى ما تبقاش ار تبقى از، يبقى الثالثه غلط. ها بعد كده الرابعه تمام، بيقول لك لكي يصنعون الحضاره، يبقى مش دو سيفلايزيشن، لا يصنع ميك، يبقى الاولى هي اللي صح. اما اللي بعديها بيقول لك يجب علينا ان نرشد استهلاك المياه العذبه، والا فسوف نواجه شده الظما، اللي هو ايه الظما العطش تمام. يجب علينا ان نرشد استخدام الميه، ماشي يلا نشوف. والا هذه الاولى
وي شود ناشوناليز نرشد استخدام السويت ووتر، الماء الايه؟ الماء العذب. تمام. هو طبعا ما قالش سويت ووتر، خلي بالك، وجايبها سو لذلك، وجايبها سو المفروض هو الا اذروايز او اور، فدي ضايعه. خلاص هات اللي بعديها رقم 2، بيقول لك يعني علينا ان نرشد من استهلاك الفريش ووتر، اذروايز والا سوف نواجه سيفر مشكله شديده العطش في المستقبل. هي دي اللي صح، رقم 2. طب نتاكد ان 3 ليه؟ 3 جايب لك سو، احنا عايزين والا. 4 جايب لك والا، بس قال لك وي كود، هو قال لك ينبغي، يجب علينا، بلاش دعوه بكود، ما ينفعش تصدم ينبغي. يبقى عرفنا كده ان الحل هيبقى رقم بي. طيب الترجمه بعديها، تهتم وزاره التربيه والتعليم بتطوير المناهج. يا شباب الله يعينكم، معلش تعبتكم والله، حقكم عليا كده، الله يعين يا رب. تهتم وزاره التربيه والتعليم بتطوير المناهج والعمليات التعليميه لكي يكون لدينا جيل من العلماء في المستقبل. تمام. يبقى الحل هيبقى هنشوف ذا مينستري اوف اديوكيشن از انترستد ان، طبعا مهتمين بتطوير عجباني قوي كلمه كيوريكولم اللي هي المناهج التعليميه. طبعا دي ما تتجمعش بالاس، ما تتجمعش بالاس، جمعها يا جماعه كيوريكولا اللي هي المناهج الدراسيه. حلو قوي يا جماعه الفكره دي، خد بالك منها. اللي بعديها وزاره التربيه والتعليم مهتميه لكي، هنا بقى سوزات لكي، سوزات لكي الاولى غلط عشان جايبها جمعها بالاس، اما مناهج دي جمع شاذ. الثالثه غلط يا جماعه، جايب سو لذلك، احنا عايزين سوزات لكي. اما الرابعه يا جماعه وزاره التربيه والتعليم مهتميه كيريكولا جمعها برضه بالاس، مش نافعه. يبقى يا حبيب قلبي الاجابه بي. طيب 51، تواصل مع الناس من الثقافات المختلفه ينمي قيم مثل التسامح والاحترام المتبادل. هناخد الاولى ولا هناخد ايه بالظبط؟ طيب التواصل مع الناس، هنشوف communicating with people from different cultures evolves، طبعا بيطور القيم مثل التسامح والاحترام المتبادل، mutual respect. التواصل مع الناس من ثقافات عديده، هو ما قالش عديده، قال مختلفه، دي غلط. تمام. هذه الثالثه، التواصل مع الناس من different cultures، من ثقافات، ونطور القيم مثل الانتولرانس، التعصب. هو قال التسامح يا عم، في الثانيه والثالثه قال التعصب. تمام. طيب ماشي، فالتواصل مع الناس from different nations، من امم مختلفه، هو ما قالش امم، قال ثقافات، يبقى nations، عشان كده الاخيره غلط. ونرجع ونقول الاولى هي اللي صح. 26 تمام، هتبقى الاولى اللي هي التواصل مع الناس. 27، بالرغم من التقدم الهائل في الطب، ما زال من غير الممكن علاج الكثير من الامراض. تمام. تعال نشوف بيقول لك ايه، بالرغم من التقدم الهائل في الطب، ما زال من غير الممكن علاج الكثير من الامراض، يعني لسه في امراض ما ينفعش نعالجها. طيب بالرغم من التقدم، ان سبايت اوف، بالرغم من تريمندس دي ادفانسمنت ان ميديسن، التقدم الهائل في الطب، ولكن كثير من الامراض ما زالت قابله للعلاج. هو قال لك لا تعالج، كيورابل، قابل للعلاج، دي مش نافعه. تمام. طيب هات اللي بعديها، دي قال لك قابله وقال لك غير قابله، ان سبايت اوف انزل انكيورابل، ايوه هي دي، ما زال في امراض غير قابله للعلاج. الثالثه قابله مش نافعه. الرابعه ان سبايت ما حدتش اوف، ان سبايت ما حدتش اوف، مش نافعه. هل 28 انشاء المشروعات الضخمه وتشجيع الاستثمار الاجنبي يمكن ان يعطي دفعه قويه للاقتصاد المصري. تمام يا جماعه. طيب تعال نشوف سيتنج اب هيوج بروجيكتس، مشروعات وتشجيع ذا فور انفستمنت، استثمار اجنبي، يمكن ان يكون سترونج بوش، دفعه قويه الى الاقتصاد المصري. سيتنج اب هيوج بروجيكتس اند انكارج، لا هو قال لك وتشجيع، هنا بيقول لك ونشجع، يبقى الثانيه غلط. سيتنج اب هيوج بروجيكتس اند انكارجينج ذا فور انفستمنت، ايه تشجيع الاستثمار الاجنبي، هو سترونج بوش تو ذا ايجيبشن ايكونومي، الاقتصاد المصري. يبقى سيتنج اب هيوج بروجيكتس اند انكارجينج وتشجيع ذا فور انفستمنت از، هو خلي بالك قال لك ويمكن، يمكن كان بي، اما از يكون، يبقى الثالثه والرابعه غلط عشان حته از، خلي بالك، ولكن هي كان بي، يمكن ان يكون. حبايبي الحلوين كده يا حبيب قلبي، انتهت الحلقه و
وربنا يا رب يكرمكم ويوفقكم وشدوا حيلكم على قد ما تتعبوا ان شاء الله ربنا هيديكم باذن الله. حبايبي حلوين، انتهت حلقتنا. ما تنساش تحمل اللينك ده، واللينك ده يشمل الحلقه دي والحلقه بتاعت المره اللي فاتت، تمارين كده جدا حلقناهم على حلقتين. بالتوفيق، وما تنسانيش في الدعاء، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.